ففي فضل الله سبحانه وتعالى خسر الصوفية الجلسة، وخسر هذا الرجل بعد أن استفرغ كل ما عنده من القضايا التي يظن إنها قد تكون بالديننا نحن قانونيا، استفرغ كل القضايا وأورد كل شيء في ذهنه، كلامنا في الصوفية الأخوان المسلمين، كلام في حسن الترابي وتكفير لحسن الترابي، الكلام في أنصار السنة وفي دعاتهم الهواري محمد مصطفى والعدسي والحلبي أجو السودان والبر السودان، استفرغ كل ما عنده، وبفضل الله سبحانه وتعالى المحكمة برأتنا من هذا كله باعتبار أنه نحن نتكلم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالصوفي تاني ما عنده حاجة، نقول لهم يا صوفية بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا نصرنا عليكم، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما بقي أمامكم أي شيء إلا ترجعوا للكتاب والسنة وتتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الباطل بتاعكم والشرك والضلالات والكفريات الموجودة الآن في كتبكم والموجودة منتشرة بالصوتيات في المدائح وفي غيرها. تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ما تبتوا تلجأوا إلى المناقشة العلمية بالحجة، لكن تمشي تشتكي وأنا ما فاتح بلاغ، تاني بلاغات ما في. فضل الله سبحانه وتعالى بلاغ الإزيري كسبناه، الليلة البلاغ بتاعك اللي انت فاته في محكمة الكلاكلة كسبناه بفضل الله سبحانه وتعالى. تاني ما عندك أي حيلة بتاعت بلاغات، أبقى نجيض وأنزل الساحة، ناقش بالعلم الحجة، عندك حجة قدمها، أما ما عندك حجة فالتشاكي والتباكي ما بيحلك تاني يا صوفي. وأنا أبشر كل أخواننا الدعاة في السودان وخارج السودان إنه يشدوا حيلهم ويشتغلوا شغل على الكتاب والسنة، وإنه بفضل الله سبحانه وتعالى لا غضاضة على الداعية، والقانون ينصفه تماما لا غضاضة عليه، بس ما يتعدى على شخص بعينه عشان يكون عنده حق شخصي في التقاضي، إنما رد ونقد وبيان وتوضيح وكشف، هذا لا غضاضة على الداعية فيه إطلاقا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ومنته على أهالينا في السودان وفي غير السودان، والبشرى إن شاء الله تبارك وتعالى تزف لكل السلفيين وأهل الحق عامة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من فضل ربي ليس بحولنا ولا بقواتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، ولكنها السنة تشق طريقها.